معانا النهارده دكتور سيد عبد الخالق استاذ امراض القلب جامعه بنها. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نسال حضرتك ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بامراض القلب والاوعيه الدمويه. ارتفاع ضغط الدم بيأثر على القلب والاوعيه الدمويه بطرق مختلفه. اولا ارتفاع ضغط الدم بيؤدي الى تضخم في عضله القلب وخاصه عضله القلب اليسرى. وتضخم عضله القلب اليسرى له مخاطره، ممكن يؤدي الى فشل عضله القلب، ممكن يؤدي الى انواع من اختلال ضربات القلب الخبيث. اول حاجه. ثاني حاجه ان هو بيأثر على الشرايين التاجيه للقلب، فبيؤدي الى تصلب الشرايين التاجيه. بيأثر على الاوعيه الدمويه للمخ، ممكن يؤدي الى انفجار في الاوعيه الدمويه بتاع المخ ويؤدي الى نزيف في المخ او تصلب في الشرايين المخ. بيأثر على الاوعيه الدمويه بتاع الكلى، فممكن يؤدي الى فشل الكلى. طب والسكر؟ السكر بيأثر على عضلة القلب برضه، بيؤدي إلى ضعف في عضلة القلب، ممكن يؤدي إلى فشل في عضلة القلب. بيأثر على الشرايين التاجية، فبيؤدي إلى تصلب في الشرايين التاجية وما يعقبها من ذبحة صدرية سواء مستقرة أو غير مستقرة أو احتشاء في عضلة القلب. السكر بيأثر على برضك على شرايين المغذية للكلى، ممكن يؤدي إلى فشل الكلى. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور وشرفتنا النهارده.